ودخل جدكم واخرجني مخرج جدكم واجعل لي من لدنك سلطانا نذيرا وقل يا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا ونمنا على الإنسان عرض ونعاه بجانبه وإذا بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا وقلت عليك السلام قال إني ألد في بدني سوفا فقلت له أجزك بالله يا أبتاه من الزهو فقال يا فاطمة إيتيني بالقصة اليماني فغتيني به فأتاته بالقصة اليماني فغتاته به وسرت أنظر إليه فإذا وجهه يتلالا كأنه البدر في ليلة تمامه فما كانت اللجات فإذا بولد يلحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وزور هذا فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله يا تعزمني يا نادو خلما قطعت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا سيبا ودي قد عزمت لك ودخل ما أوتاد الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الوسع قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلوا فقلت نعم إن جدك وأخاك تعدى القصة فدعنا الحسين نحو القصة وقال السلام عليك يا من اختره الله أتعذر لي أن أقول معكم أتعد الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أزنت لك ودخل معهم أتعد الكساء فأقبل وإن جاءوا لك أبو الحسن علي بن أبي وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام
فقال علي عليه السلام: إن الله يفزنا وفاز جيتنا ورب الكعبة.
وقال النبي جانيا يا علي والذي بعثني بلق نبي ما اشتفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا عظم في نفل مما افن على الارض وفي جمع من جياتنا ومحبينا وفي مامونا إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام جمع الله حسنا وسعدنا وكذلك شيتنا بلند صلوات تاجیل ظهور امام زمانہ بلند تر صلوات بابا دے بلند صلوات دعائے برائے حجت خدا اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائہ فی حال